السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة تخليل الزيتون. وحشتوني، من زمان ما عملناش فيديوهات، ان شاء الله نحاول نرجع تاني بإذن الله. هنعمل النهاردة بقى تخليل الزيتون لان ده موسم الزيتون، والزيتون موجود دلوقتي في السوق، نلحق بقى نشتري كده ونخزنه. هعمل لكم طريقة جميلة قوي وسهلة وهتعجبكم ان شاء الله. عايز اقول لكم قبل ما نبدا، اللي ما اشتركش في القناه يشترك عشان يوصله كل جديد. ويلا بينا نبدا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. دول 3 كيلو زيتون عجازي او العزيزي اللي احنا بنقول عليه. ومعانا بقى المكونات. ده ملح صخري، 3 كوبايات ملح صخري، وعلى حسب ما انت هتعملي. معلقه كوبايه ليمون كبيره، عصير ليمون كوبايه، عصير ليمون، والزيت ده طبعا عشان نحطه على وش البرطمان، شويه خل. وهنحتاج معانا هريسه شطه، طبعا مش هناخد الكميه دي كلها، هناخد كميه بسيطه منها اوريكم دلوقتي. ومعلقه سكر. تمام، هنجيب كده المحلول اللي هنحطه للزيتون. معانا ميه، 8 كوبايات ميه او 10 على حسب حجم البرطمان اللي احنا هنحط فيه الزيتون. تمام، هننزل فيه بالملح. كوبايات الملح دي صغيره يا جماعه اهي، نخلي بالنا. في ناس بتحط عليه حبة البركة وعصفر يا جماعة، زي ما انتوا بتحبوا او زي ما انتوا بتختاروا الطريقة اللي انتوا حابينها اعملوها. هنقلب كده لحد ما الملح يبوش، نمكنه على جنب. برطمان معانا اهو، معانا شطه يا جماعه. الشطه دي اختياري، حابه تحط شطه ماشي، مش حابه براحتك، احنا بنحب الحاجه مش هتشطه شويه. هنحط كده الزيتون في البرطمان، نحط شويه شطه كده في الاول. عايزه اقول لكم ان انا واخده الطريقه دي من والدتي الله يرحمها. طريقه جميله قوي وبتخلي الزيتون بيعيش من السنه للسنه، طريقه حلوه يعني. عايزه اقول لكم يا جماعه، اللي ما اشتركش في قناتي يشترك. عايزه اقول لكم ان انا قبل ما ببدا الفيديو ببقى عايزه اقول كلام كتير قوي، بس لما بطلع اعمل فيديو ببقى مش عارفه اتكلم بصراحه. نحط شويه هريسه شطه، معلقتين كده او على قد ما انتوا عاوزين برضو. هنملى البرطمان قوي يا جماعه عشان الحاجه اللي احنا هنحطها. هننزل كده بعصير الليمون بتاعنا، شويه الخل، معلقه السكر، الزيت هنحطه في الاخر. هننزل البرطمان كده عشان ايه، نحاول نملاه. اهو
بقى بالميه اللي فيها ملح. قولوا له بقى في التعليقات ان شاء الله طريقه تخليل اي حاجه عاوزين اعملها لكم، اعملها لكم باذن الله. واي وصفه عايزيني برضو اعملها لكم قولوا لي في التعليق. نحاول ناخد الملح اللي معانا كله في الميه عشان ايه نحدق الزيتون. ده قشر الليمون يا جماعه، ما بنرموش، بنحتفظ بيه زي ما قلت لكم. نحتفظ بيها في ال نركنه يعني على جنب، من الموش هنحطه على وش البرطمان كده نرصصه اهو. الطريقة دي جميلة اوي وسهلة وهتعجبكم، وعلى طول بعملها كل سنة. وطريقة هريسة الشطة طبعا احنا عملناها مع بعض، هسيب لكم الطريقة بتاعتها في صندوق الوصف علشان اللي معرفهاش يدخل يعملها او يشوفها اهو. احلى زيتون هتاكلوه السنه دي ان شاء الله، وهتدعوا لي باذن الله. ده زيتون اللي هيتخلل انا هشيله لرمضان ان شاء الله او للسنه الجايه باذن الله. هعمل لكم طريقه عمل الزيتون السريع اللي هو التفاحي، بيتاكل بسرعه. ده العجيزي بتاع الخزين، احنا نخزنه يعني. هعمل لكم ان شاء الله طريقه عمل التفاحي باذن الله في فيديو تاني ان شاء الله باذن الله. عايزه اقول لكم يا جماعه، اللي بيدخل القناه عندي ويطلع وبيدخل ويطلع، ده يعني مفيش حد رزقه على حد طبعا، رزقنا كلنا على الله طبعا. يا ريت اللي يدخل ويطلع طبعا من عندي ما يدخلش تاني قناتي لو قناتي مش عاجباه. وعايزه اقول للناس تتقي ربنا في يعني نتقي ربنا في بعض حبه، علشان علشان انا اي حد يعرفني بيحصل عندي كوارث كتير، وهو ده اللي كان مخليني الفتره اللي فاتت دي ما بصورش. يا ريت اي حد باصص في حياتي يبعد شويه يعني بعد اذنكم. وطبعا انا خرجت كده عن الفيديو، نرجع تاني. هنحط بقى الزيت، نوع زيت يكون كويس اهو، مش هيكفي كوبايه، نص كوبايه يا جماعه. ونقفله كويس ونشيله. لا في ملحوظه نسيت اعملها، معلش. اللي عاوزني بقى اعمل له فيديو حاجه، اي حاجه عايزين نبدا نعمل فيديوهات جديده ان شاء الله، واي حد عاوز اي حاجه يقول لي في الكومنتات وانا هعملها لكم باذن الله. ده كيس هنغطي بيه كده البرطمان علشان خاطر ما يعفنش معانا او ما يجرالوش اي حاجه او اي حاجه ما تدخلوش. وهنقفل عليه كده كويس. وبالف هنا جربوها، الطريقه سهله ومتجربه ويا رب تعجبكم. عايزه اقول لكم ان احنا ممكن نقلب البرطمان كده يعني كل يومين ثلاثه نقلب البرطمان بطريقه يعني نسيبه كده شويه ونقلبه كده شويه عشان كله يتخلل، وكله يبقى كل الحاجات اللي احنا حطيناها تتقلب في البرطمان كله مع بعض. تمام. ولادي عايزين يقولوا لكم بقى، حطوا لنا لايك. ثواني، حطوا لنا لايك وما تنساش الشير، حطوا ماما لايك وما تنساش الشير. مع السلامة. شكرا. شكرا لكم على الفيديو النهارده، ويا رب الفيديو يعجبكم، واللي ما اشتركش بقى في قناتنا يشترك عشان يوصله كل جديد. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.